السلام عليكم متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي. نشكر جميع من يتابعنا ويدعمنا، فأنتم طاقتنا وقوتنا للعمل والعطاء. نرجو منكم الاستمرار معنا وأن تدعمونا بمتابعتكم وتعليقاتكم. فريق مدرستي في بيتي يتمنى لكم عاما دراسيا ناجحا ومميزا. ابدأوا عامكم هذا وشعاركم أستطيع أن أنجح. إن قلت أنك تستطيع أو لا تستطيع فأنت على حق، فأنت من تصنع النجاح، أنت من تصنع النجاح والفشل. إن فكرت في النجاح فإن فكرت في النجاح فإنك تستطيع أن تنجح، وإن فكرت في الفشل فإنك تستطيع أن تفشل، فأنت تنفذ ما يمليه عليك عقلك. البدايات المهمة قوية، صحيح، فنحن دائما نبدأ بقوة وبحماس. في بداية العام الدراسي نستعد بقوة وهمة ونشاط، نشتري أدوات جديدة نهتم بها كثيرا في البداية. لاحظ كيف تكون متحمسا وقويا في بداية العام الدراسي، كيف تتوجه إلى مدرستك أو ثانويتك وأنت بكامل النشاط والحماس. هذا مهم، البدايات القوية مهمة، لأن رحلة بألف خطوة لأن رحلة بألف خطوة تبدأ بخطوة واحدة، فهذه البدايات القوية مهمة. لكن الاستمرار في المهمة أهم. أنت في بداية العام الدراسي جد متحمس وقوي ويملأك الأمل بالنجاح، لكن سرعان ما يذهب كل هذا فتصبح كسولا لا ترغب في الدراسة. أدواتك وكتبك مبعثرة، تبحث عن كراس اللغة العربية فلا تجده، تسألك أستاذة الرياضيات عن واجباتك فتقول لم أقم بها، تريد أن تراجع درسا في الجغرافيا فلا تجده مكتوبا عندك. إنك تبدأ قويا لكن لم تستمر في مهمتك بنفس القوة. أنت الآن تعاني من ضغط الدراسة، هذا الضغط يجعلك لا ترغب في دراسة أي شيء. تعرف أنه لديك الكثير من الواجبات المدرسية لكن لا تريد أن تفعل أي شيء، تفتح كراسك، تمسك قلمك، لكن سرعان ما تجد نفسك تفعل أشياء أخرى لا علاقة لها بالدراسة، ترسم أو تشاهد مقطعا في اليوتيوب أو تأكل، المهم أنك تفعل أي شيء إلا الدراسة. حتى لو حاولت الدراسة وحل الواجبات فستعاني من فقدان التركيز، لا يمكنك أن تركز على ما تدرسه، وأنت تقرأ درسك في اللغة العربية لكن لا تعرف ما الذي تقرأه، تحاول حل تمرين في العلوم الطبيعية لكنك لا تستطيع التركيز، لأن أول عامل التركيز هو الرغبة، فأنت غير راغب في الدراسة. ما دمت غير راغب في الدراسة فلا يمكنك التركيز عليها. حتى لو بدأت الدراسة وحاولت التركيز فستترك واجباتك دون أن تنهيها. تبدأ برسم خريطة ولا تكملها، تبدأ بكتابة ما فاتك من الدروس لكن تترك كراسك وكتبك مرمية وتجري للشارع. تقول في نفسك أنا لا أركز ولا أعرف ما الذي أقوم به، فأنت لا تهتم بالذي تدرسه
ولأنك فاقد للرغبة وفاقد للتفكير، فهذا يسبب لك النسيان المستمر. أنت تنسى باستمرار وخاصة أثناء الامتحان. تقول في نفسك: لماذا أدرس وأحفظ لكن أنسى كثيرا؟ هذا يسبب لك الكثير من الإحباط وفقدان الثقة بالنفس. اعلم أن النسيان المتكرر هو نتيجة عدم الرغبة وعدم التركيز. لكن هل هناك طريقة للتخلص من هذا الضغط؟ هل هناك حل؟ هل هناك سبيل للنجاح بعد كل هذا؟ أقول لك بكل ثقة: نعم، ابدأ معنا بهذه الحلول. أول طريق للنجاح أن تستعن بالله ولا تعجل. أكررها: استعن بالله ولا تعجز. شد عزيمتك ولا تضيع وقتك. لقد وهبك الله كل ما تحتاجه لتكون طالبا ناجحا. إذا كانت عزيمتك ضعيفة، إن كنت تعاني من الكسل والخمول، فاستعن بالله وتوكل عليه. افتح كتابك وكلك يقين أن الله سيمنحك القدرة على الفهم. ابدأ في حل التمارين وثق أن الله العليم سيفيض عليك من علمه. ابدأ واستعن بالله وتوكل عليه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ابدأ والنهاية بين عينيك. حدد هدفك من البداية لتكن واضحا منذ بداية العام الدراسي. ما الذي تهدف إليه؟ وما الذي تريد أن تصل إليه؟ ليكن هدفك واضحا من البداية. اكتب هدفك أو ارسمه على ورقة تراها يوميا. لون هذه الرسمة وزينها كما يحلو لك. علقها على الجدار في غرفتك أو في أي مكان من البيت تراه يوميا. هكذا سيكون هدفك أينما ذهبت. لا تقل سأنجح، ولكن قل أنا ناجح. لا نريد التسويف هنا، لأنك إذا قلت سأنجح فهذا فيه نوع من التسويف، ولكن قل أنا ناجح. اجعل النجاح واقعاً، اجعل نفسك وكأنك وصلت الهدف. لا تقل سأتحصل على امتياز في مادة الرياضيات، ولكن قل أنا ممتاز في مادة الرياضيات. اجعل هدفك هو ما تفكر به وما تراه وما تحدث به نفسك يوميا. اجعل هدفك هو صديقك، هو صاحبك الذي يصاحبك أينما ذهبت وأينما حللت. خاطب نفسك ليلا نهارا، قبل النوم ومباشرة بعد الاستيقاظ. قبل النوم فكر في هدفك، فكر في ماذا تريد أن تصل إليه، فكر في حلمك. وعند الاستيقاظ أيضا استيقظ كي تحقق هدفك. اجعل من يومك، اجعل كل يوم لك هو خطوة نحو تحقيق هدفك. اخرج من منطقة الراحة. منطقة الراحة هي المكان الذي تشعر به فيه بالأمان. هو المكان الذي يمتعك، هو المكان الذي تستمتع فيه. مثلا أنت في البيت
تأكل، تشرب، تضحك، تشاهد قنواتك المفضلة. هذه هي منطقة الراحة. لكن هل فعلا منطقة الراحة هي المنطقة التي تساعدك في تحقيق هدفك؟ لا، عليك أن تخرج من منطقة الراحة لكي تصل المكان الذي تريد أن تكون فيه. هدفك خارج منطقة الراحة. إن أردت النجاح في دراستك، عليك أن تعرف أن ثمن النجاح هو قدرتك على الخروج من منطقة الراحة. تحل بالشجاعة واكسر الروتين واخرج من منطقة الراحة كي تستطيع تحقيق هدفك. عليك أن تنقص من الأوقات التي تقضيها وأنت تلعب في الهاتف. ستتخلى عن أوقات الخروج والتنزه والتحدث مع أصدقائك. لن تذهب كثيرا للحفلات والخرجات. ستنقص من فترات نومك. عليك أن تتقبل التغيير وتغير روتين حياتك. لماذا عليك أن تغادر منطقة الراحة؟ لكي تكتشف شغفك وقدراتك الحقيقية. نعم، فقدراتك الحقيقية مخفية لأنك دائما تتبع روتينك، وهذا الروتين هو الذي يقتل قدراتك وشغفك. إذن اخرج من منطقة الراحة وستكتشف نفسك الحقيقية. عندما تخرج من منطقة الراحة ستعرف حقيقة أن حياتك ممتعة، وستبدأ بخوض تجارب جديدة. ستزيد ثقتك في نفسك وستتغلب على مخاوفك. اعلم أن الحياة تبدأ في نهاية منطقة الراحة. تقبل التغيير وابدأ بخوض تجارب جديدة. ما دمت ترفض التغيير فلن تتجه أبدا إلى هدفك. تذكر أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بالتغيير وخذ تجارب جديدة، وكلك ثقة وتوكل على الله. انظر للفشل نظرة إيجابية وأنه خطوة للنجاح. في الحقيقة أنه لا وجود للفشل، فالفشل هو خطوة دائما نحو النجاح. ستدرك إذن أن الفشل ليس إلا خطوة للنجاح، وستتمكن من التمسك أكثر بهدفك. عندما تخرج من منطقة الراحة ستعرف حقيقة أن حياتك ممتعة، وستكتشف قدراتك وتخرج طاقاتك التي وهبها الله لك. أصحاب الهمم العالية لا يرضون بغير القمة بديلا. لا يمكنك أن تنجح دون صبر. لا نجاح بلا صبر. عندما تخطئ في حل مسألة ما، لا تفشل ولا تتراجع عن حل التمرين ولا تترك. استعن بالله وتحلى بالصبر وواصل حل المسألة. تيقن أنك لن تغادر مكانك حتى تصل للحل. فكل الناجحين صبروا، والصبر يكمن خلف الناجحين. اصبر فإن الله مع الصابرين. التفاؤل، الأمل، الإقبال والإقبال على النجاح. نعم، هذه كلها مفاتيح مشتركة موجودة لدى الناجحين. قد تمر بلحظات يأس، لكنها لحظات عابرة. للناجحين التفاؤل والأمل.
تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا خيرا تجدوه، تفاءل بالنجاح، تفاءل بالفوز وستنجح وستفوز، لأن هذا التفاؤل هو طاقتك نحو التقدم والتحدي. لا تطلب النجاح على حساب الأخلاق، هذا مهم. لا تطلب النجاح على حساب الأخلاق، لا تغش حتى لو ظننت أن الغش هو طريقك للنجاح. لا ترفع صوتك على معلمك أو معلمتك حتى لو ظننت أنك بهذا تدافع عن نفسك، أو أنك أحسست بالظلم فتدافع عن نفسك. لا تسب أصدقائك حتى لو ظننت أنك أحسن منهم. إياك والتبذير، حافظ على أدواتك وأحسن استعمال كراستك وكتبك. فلا نجاح بدون أخلاق. وتذكر أنه لك في رسول الله أسوة حسنة، اجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتك. النبي جاع وحار وعانى، لكنه صبر وكان له العزم أن يواصل مهما كانت العقبات. كانت لديه صعوبات وعقبات كثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم كسرها بالإرادة والعزم وحسن توكله على الله. أنت أيضا ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لك، فتوكل على الله وأحسن التوكل واستعن به. تذكر أنه أنت الذي تصنع النجاح أو الفشل. ادعمونا بمتابعتكم وتعليقاتكم. قناة مدرستي في بيتي ترافقكم دائما. نشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم.